انترفيوني في سيمينار مع طلبة معهد سستينبل كري ايكو بدولة الامارات العربية المتحدة. هتكلم معاكم عن السينما، والاهم الاهم انك انت مش عارف بعد ما درست وخلاص عايز تعمل مشروعك الفني، مش عارف تعمل ايه. انا المرحلة المتوسطة اللي باجي بقول لك تعمل ايه، ايه الموضوع اللي تختاره، ليه وازاي وامتى، كل ده عشان تبقى جاهز للمرحلة الثالثة اللي هي تنفيذ الفيلم. ان شاء الله بعد اجازة عيد الفطر المبارك، واللي عجبني بالموضوع انه الطالب اللي هينجح هيبقى معاه شهادة معتمدة من حكومة دبي عن طريق هيئة المعرفة. ده بيدي فرصة للطالب انه يشتغل داخل وخارج دولة الامارات بعد التخرج. ده غير المشروع اللي طبعا هينتجه له المعهد بشكل محترف. كل سنة وانتم طيبين وألف خير. مادلين طبعا.